راح أتكلم عن الأمر التنفيذي اللي وقعه جو بايدن هذا الأسبوع بخصوص العملات الرقمية، وهل هذا الأمر زي وزي أي أمر وقعه قبل كذا سبب فض fear uncertainty and doubt، يعني خوف وشك وعدم أكيدية أم لا؟ لازم قبل كل شيء علشان أحس إنه في لبس في الموضوع تعرف إن الأمر التنفيذي اللي وقعه جو بايدن هذا لا يعني إلا إنه أيتها المؤسسة المالية خذي هذا المهمة أو خذي هذه المهمة وأنت يا مؤسسة مالية خذي المهمة الفلانية وهكذا. توزيع مهام على المؤسسات المالية والحكومية المختلفة لغرض التعرف على العملات الرقمية بشكل أكبر. طيب ممكن البعض يسأل يقول إيش السبب؟ ليه فجأة الولايات المتحدة الأمريكية جات وقالت أوه في executive order أو أمر تنفيذي لازم يوقع عليه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ السبب الرئيسي عشان ما حد يلف ويدور عليك هو الخلاف السياسي الجغرافي بين روسيا وأوكرانيا، ووجود الكثير من الإشاعات أن روسيا ستتفادى العقوبات المفروضة عليها من الدول الغربية عن طريق الكريبتوكورنسي. فجاءت أمريكا وقالت خلاص بما أن روسيا راح تتفادى العقوبات أو في احتمالية ولو 1% أن تتفادى العقوبات عن طريق العملات الرقمية، خلينا ننظمها ونقننها ونتعرف عليها بشكل أكبر. في معلومة مهمة حابب أقول لك عليها، إنه البيتكوين على السكيل الحالي أو باللغة العربية على الميزان الحالي والوضع الحالي صعب يغطي ميزانية روسيا، وصعب إنه روسيا تنتقل من وضع الاقتصادي الحالي إلى وضع اقتصادي رقمي على شبكة البيتكوين، ولا ما كنا شفنا روبل الروسي والاقتصاد الروسي قاعد يهبط بالشكل الكبير اللي قاعد نشوفه حاليا. الأمر الآخر إنك لازم تعرف داخل البيت الأبيض أو خلينا نقول داخل الولايات المتحدة الأمريكية في منافسة شرسة بين المؤسسات المختلفة الحكومية على مين يقنن موضوع العملات الرقمية، وهذا ما هو حبا في العملات الرقمية لكن راح أوضح لك السبب الآن. السبب هو بكل بساطة كريبتو أو عملات رقمية يعني فلوس، فلوس يعني باور وسلطة، يعني اللي يقنن هذا الموضوع ويحط يده على هذا الموضوع أيا كانت المؤسسة داخل الدولة، هذا يعطي المؤسسة السلطة الكافية إنه يكون عندها لفرج أو يكون عندها قدرة إنها تتحكم بشيء كبير زي كذا، فبالتالي يكون عندها قدرة إنها تطلب فاندينج أو تمويل أكبر من الحكومة، فيكون عندها السلطة الأكبر من المؤسسة الأخرى. بمعنى مبسط كريبتو يعني فلوس، فلوس يعني باور، يعني اللي عنده تقنين لهذا الباور يصير هو صاحب السلطة الأول اللي موجود في الدولة. حتى على المستوى الدولي تشوف روسيا، الهند، الصين، أمريكا والكثير من الدول تحاول قدر الإمكان أن تفرض نفسها على عالم العملات الرقمية وتبدأ تقنن عالم العملات الرقمية، ما هو حبا في العملات الرقمية ولكن لأن العملات الرقمية يعني كاش يعني فلوس، يعني الدولة اللي تفرض نفسها أكثر في هذا المجال راح يكون عندها سلطة أكبر، زي حاليا الدولة اللي عندها نفط أكثر هي الدولة المسيطرة بشكل أكبر. نفس الفكرة أو نفس الكونسبت أو المبدأ موجود في عالم العملات الرقمية. أجيب لك هي من الآخر، في الولايات المتحدة الأمريكية في مؤسستين قاعدين يتحاربوا على مين يقنن البيتكوين والعملات الرقمية ويفرض سيطرته عليها. ليش؟ لأنه زي ما قلنا في بداية الحلقة فرض سيطرتهم على هذا الجزء من الاقتصاد يعني power يعني سلطة لهذه المؤسسة. هذه المؤسستين هم الـ SEC والـ CFTC. إيش الفرق بينهم؟ بكل بساطة الـ CFTC هي مؤسسة تحمي العامة والمجتمع من عمليات النصب والاحتيال والتلاعب، هذا الـ CFTC. نتكلم شوية عن الـ SEC. الـ SEC فكرتها إنها تحمي المستثمرين من المؤسسات المالية زي مثلاً الـ Hedge Funds وغيرها من المؤسسات من التلاعب. على سبيل المثال لو تذكر قبل فترة كان في موضوع الـ AMC والـ GameStop والستوكس اللي حصلت فيها والهبوط اللي حصل فيها، اللي حصل انه في هيج فاندز قامت وعملت حاجه تسمى نيكد شورت لهذه الاستوكات وضغطت فيها السوق وبالتالي انهارت هذه الاستوكات واخذت معاها مستثمرين كثيرين للاسفل. في هذه الحاله يجيك الاس اي سي ويحارب الهيج فاندز هذول ويحارب المؤسسات الماليه، ففكرتها يحمي المستثمر من المؤسسات الماليه المختلفه. ايش مشكله الاس اي سي؟ الاس اي سي هو عباره عن مؤسسه حكوميه لكن
تعاني من ناحية التمويل من الحكومة الأمريكية، ما بيعطوها حقها من الناحية التمويلية بشكل كبير. حتى في مقابلات من المقابلات حق جون ستيوارت، وهو مذيع معروف بالكوميديا وما إلى ذلك، مذيع يقابل الناس المهمين والناس اللي هم تحركات مهمة، زي مثلا لما سوى مقابلة مع الإنسان أو الشخص المسؤول عن الـ SEC بنفسه اللي هو غاري جينسلر. وفي المقابلة ستيوارت أو جون ستيوارت قاعد يطقطق ويمزح مع غاري جينسلر، وقال له انتوا عندكم ما عندكم حتى حق القهوه في المكتب. فقام غاري يضحك يقول فعلا شوف احنا ما عندنا حق القهوه في المكتب، كيف تبغانا نحارب هيج فاندز او مؤسسات ماليه رؤوس اموالها بملايين الدولارات الامريكيه. فبالنسبه للاس اي سي، فرض سيطرتها على سوق العملات الرقميه وتقنينه شيء جدا مهم وهدف اساسي ورئيسي. زي ما قلنا ما هو لعيون البيتكوين والعملات الرقمية، ولكن يهدفها من ناحية أو أجندات مختلفة، يعطيها سلطة وتقدر تستعمل هذه السلطة كلفرج مع الحكومة الأمريكية نفسها لزيادة الفندنج أو التمويل للإس إي سي. هذا كان أحد المحاور اللي موجود في الأمر التنفيذي لجو بايدن. لكن أحد المحاور، أو خليني أقول أهم محور، ما كان هذا أهم محور، هو هل البيتكوين والعملات الرقمية تسمى حاجة كده يسموها ESG compliant أو مطابقة للـ ESG أم لا؟ طيب إيش هو الـ ESG؟ الـ ESG هو ثلاث أشياء مختصرة بكلمة الـ ESG: Environment يعني بيئة، S social يعني المجتمع، و G government يعني الحكومة. وبدي احنا تكلمنا من الناحية الحكومية ايش فائدة المؤسسات الحكومية لهم هم وايضا للمستثمرين من تقنين هذا الموضوع، يوم تكلمنا على SEC والفنسن والOCC والCFTC وغيرها. فموضوع الجوفرمنت او الحكومي انتهينا منه. موضوع اللي راح نتكلم فيه سوشيال او الموضوع الاجتماعي، هل هو فعلا موضوع العملات الرقمية موضوع يخدم المجتمع؟ الإجابة نعم، زي ما احنا شفنا في أقرب مثال ما حصل في أوكرانيا والكثير من التبرعات اللي وصلت للشعب الأوكراني عن طريق العملات الرقمية والبيتكوين. يبقى عندنا الحاجة الثالثة وهي الانفايرمنت او البيئة. ايش وضع الاشعاع الكربوني؟ لانه هذه حاجه جدا مهمه في المحاور المختلفه في الاقتصاد في العالم. ايش وضع البيتكوين والعملات الرقميه من ناحيه الاشعاع الكربوني؟ راح تنصدم. شوف معايا الجرافيك او الرسم البياني اللي موجود امامك، راح تلاقي ان الاشعاع الكربوني لتعدين العملات الرقميه، وخلينا نتكلم على البيتكوين بالذات، اقل بكثير من ذلك في نظام البنكنة او البانكينج سيستم حوالين العالم، اقل بكثير من صناعة الذهب والتعدين عن الذهب، أقل من كثير مثلا من عالم الطيران وما إلى ذلك. وهذا يعني أن البيتكوين والعملات الرقمية، وخلينا نتكلم عن البيتكوين بشكل خاص، تعدينها جدا مصديق للبيئة ومرافق للبيئة. يعني من جميع المحاور الثلاثة، حكومي بيئي اجتماعي، البيتكوين رقم واحد. نختصر الموضوع، وانا عارف ان الموضوع طويل والاوردر جدا كبير والامر التنفيذي هذا جدا كبير، لكن اتمنى اني وفقت اني اقدر اكسر لك الموضوع واشرحه باكثر طريقه مناسبه واكثر طريقه ممكن توصلها لك الفكره. هذا شيء ضروري انك تعرف هذه الامور عشان تعرف انت قاعد تتعامل مع ايش، خصوصا اذا كنت تفكر بالتعامل مع هذا الشيء للمستقبل. فأتمنى أني وفقت في هذا الموضوع. وقبل ما نختم حلقة اليوم راح ننتقل للجزء الثاني بشوية تحليل تقني مع المحلل الأستاذ أحمد من قناة كريبتو العرب. قبل ما ننتقل لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب إذا عجبك المحتوى. الآن ننتقل مع الجزء الثاني من الحلقة مع أخونا المحلل الفاضل الأخ أحمد، راح يكلمني شوية عن تحديثات وتطورات السوق الحالية وما يظهر أمامه على التشارت. تفضل أخوي أحمد. شكرا اخ اسعد، وسعيد جدا مره اخرى باللقاء بك وبمتابعيك. ايضا هذه الحلقه سوف يتم نشرها على قناه كريبتو العرب، ايضا ارحب بك معنا في قناه كريبتو العرب. بالنسبه لي تحليل التقني حقيقه على الفريمات الكبيره لا زال التحليل كما تحدثنا في اخر مره، لا زال بالنسبه لي التصحيح قد انتهى عند تقريبا منطقه 33000، عند تقريبا هذه المنطقه. هذا التحليل سوف أحتفظ به ما لم يتم كسر منطقة 33000. إذن نحن قد أنهينا التصحيح ونحن الآن في هذه الموجة الصاعدة. هذا تحليل جد متواضع. هذه الموجة الصاعدة توقعي بأنها سوف تبحث عن كسر آخر قمة، لكن آخر قمة تحدث عن يعني توقعي يعني خلال سنة، هذا هو التوقع. هذا الصعود ليس بصعود عمودي، يعني سوف يكون صعود وتصحيح.
هذا على الفريم الاسبوعي، بالتالي على الفريم الاسبوعي فالنظره لا زالت كما هي. اذا غيرنا الان ونزلنا قبل النزول الى الفريم اليومي، اريد ان اتحدث على الفريم الشهري، لان حقيقه توصلت بكثير من الملاحظات على الفريم الشهري. كثير من الاخوان يتحدثون عن نموذج القيمتين ويقولون بان هذا النموذج هو من النماذج الانعكاسيه، بالتالي فان السعر يعتمدون على هذا النموذج ويقولون بان السعر سوف يستهدف منطقة ال 20,000 وعلى الأقل موفينغ ال 50 يوجد عند ال 20 21,000. هذا بالنسبة لي خطأ شائع، خطأ تقني، لأن هذا النموذج ليس مؤكد. يتم تأكيد نموذج القمتين بكسر هذه المنطقة، بكسر هذا القاع السابق، وهذا ما لم يحدث. ما دام السعر لم يكسر لنا هذه المنطقة تقريبا عند 29,000 على الفريم الشهري وحتى على الفريم الأسبوعي، هذه المنطقة ما دامت لم تكسر فإن هذا النموذج ليس مؤكد. ونموذج القمتين هو نموذج يحدث عند اختراق كل قمة، يحدث عندنا نموذج القمتين، مثلا تكون عندنا قمة يحدث نوع من التصحيح، ثم السعر يحاول كسر القمة السابقة، يكون هناك نوع من الارتداد لأن تكون هناك عملية بيع وتغيير الأرباح، فيعود السعر ويكسر، فبالتالي عند اختراق أي قمة يكون عندنا نموذج القمتين. لكن يعني يتم التمييز بينهما عندما يتم كسر هذا القاع، وهذا ما لم يحدث، بالتالي فالكثير من الإخوان يستعجلون ويتحدثون عن هذه المسألة. هذا من ناحية التقنية، ونفس الشيء يعني على الفريم الأسبوعي. أذهب مباشرة إلى الفريم اليومي. الفريم اليومي حقا هناك نوع من الضعف في البيتكوين، هذا الضعف قد يدفع بالسعر إلى هذه المنطقة التي أنا شخصيا أعتبرها منطقة قوية جدا، منطقة لتكسير العظام، يعني قد ينزل السعر نزولا خاطفا إلى منطقة بين 37,000 إلى 35,000، بالنسبة لهذه المنطقة جد متوقعة أن يتم زيارتها قبل أي صعود، لأن حقيقة البيتكوين تعجز إلى حد الآن. صحيح أنها في الأسفل ترسم لنا في كل مرة قاع أعلى من قاع، لكن أيضا في الأعلى منذ هذه القمة، يعني في كل مرة تعجز حقيقة عن اختراق القمم السابقة، بالتالي توقع بأنه قد نرى نوع من النزول إلى هذه المنطقة قبل أي صعود. لكن الذي بالنسبة للفريم اليومي، نحن نتحدث عن الحركة السيارية المتوقعة خلال أسبوع تقريبا إلى 10 أيام، لكن المهم أهم من الفريم اليومي هو الفريم الأسبوعي. الفريم الأسبوعي جيد جدا جدا جدا، وتوقعي جد متواضع بأننا في نهاية هذا النزول وبأن الحركة المقبلة سوف تكون ارتفاع إن شاء الله. إن شاء الله، الله يعطيك العافية أخوي أحمد. طيب تقدر تكلمني شوية عن الأسباب اللي كنا نتناقش عليها، اللي الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي والميديا بشكل عام تسلط الضوء عليها أو ما تسلط عليها الضوء؟ صحيح أخي أسعد، عندنا في وجهة نظري جد متواضعة، حقيقة أنا أركز أكثر على الشرط وعلى التحليل التقني، لأنه دائما أنا أؤمن بالمقولة القائلة بأن التحليل يسبق الخبر، يعني دائما عندما يكون أي نزول أو صعود التحليل التقني يعطيك الحركة قبل حدوثها. لكن بالنسبة للفوندمنتال عندنا ثلاثة أمور أساسية، عندنا الأمر الأول الذي هو فيروس كورونا والجائحة الوباء الذي جعل العالم يتوقف تماما في السنتين الماضيتين، وكان هو السبب للعديد من النزول ومن الضعف الواقع في السوق. عندنا هذا هو الفوندمنتال الأول. ثم الفوندمنتال الثاني هو ما تسبب فيه هذا الوباء وهذا التوقف في عجلة الاقتصاد العالمي بسبب الوباء، تسبب فيه من تدخل للاقتصاد العالمي. إذن عندنا نسبة تضخم قوية جدا جدا، هذه نسبة التضخم زاد فيها الآن ما تعرفه الحرب الروسية الأوكرانية. إذن عندنا ثلاثة أمور، كما قلنا الوباء ثم التضخم ثم الحرب الروسية الأوكرانية. لكن الأهم بالنسبة لي هو بأننا الآن قد بالنسبة للوباء الذي كان السبب في هذا التضخم والسبب في يعني هذا النزول هذه الأسواق، الآن قد انتهى تقريبا رسميا، وبأن جميع الدول الآن تبدأ إما أنها رفعت بشكل كلي جميع الإجراءات وجميع الاحتياطات وجميع يعني ما كان مفروضا بسبب كورونا، إما أنها في طريق لرفع كل القيود عن السفر وعن حرية التنقل وعن كل شيء. إذا هذا بحد ذاته هو الذي الأمر الذي بالنسبة لي لا يعني الإعلام لا يتناوله،
لسبب ما، وكذلك حتى وسائل التواصل الاجتماعي لا تشير الى هذا الفوندامنتال القوي جدا الذي بالنسبه لي لو لم تكن عندنا مثلا الحرب السوريه الاوكرانيه لو لم تكن في اوجها لكان فقط هذا الخبر بحد ذاته بان انتهاء فيروس كورونا ورفع القيود المرتبطه به وحريه الحركه وكذا كان لوحده سوف يرفع الاسواق الى مستويات قياسيه، لكن هذا الخبر الان يمر بهدوء ويمر بصمت ويتم التركيز اكثر على الفوندمنتال السلبي بين قوسين وهو الحرب الروسيه على اوكرانيا وكذلك رفع نسبه الفائده المتوقعه بين قبل يعني بعد يومين. على فكره بالنسبه لرفع سعر الفائده بالنسبه لي فان تاثيره هذا ما قلنا دائما تاثيره يوجد داخل السعر. الان كل الاسواق اصبحت تعرف بان سعر الفائده سوف يتم رفعه بنسبه 0.50 نقطه، يعني بنصف نقطه سوف يتم رفعه يعني بعد يومين، ثم بعد يعني سوف يتم رفع سعر الفائده حسب ما يقال نقطتين في السنه، لكن هذه النقطتين في السنه سوف يتم تقسيمها على يعني كل 3 أشهر يتم رفع 0.5 ثم 0.5 ثم 0.5. اذا ما لم يحدث يعني ارتفاع كبير بان يتم رفع مثلا سعر الفائده بنقطتين مره واحده او نقطه مره واحده، ما لم يحدث شيء من هذا القبيل فان تاثيره سوف يكون بالنسبه لي محدود او على الاقل عكسي، يعني قد يحدث العكس هو ما يعرف ب اشتري عند الاشاعه وبيع عند الخبر، يعني عندما يحدث رفع سعر الفائده 0.5 عوض ان تنزل الاسواق سوف اتوقع بانها قد ترتفع وهو ما يشير اليه التحليل التقني. أتفق معك أخوي أحمد بخصوص الأسباب الثلاثة، وحتى زي ما أنت تفضلت في نقطة مهمة تكلمت عنها أنه لولا وجود الحرب الحالية الروسية والأوكرانية كان انتهاء وباء كورونا هذا بشكل عام. حتى عندنا الآن في السعودية يعني تقريبا انتهى الوباء بشكل كبير، كان هذا لوحده كافي أنه يرفع السوق بشكل كبير، لكن بسبب الحرب خلينا نقول الجغرافية السياسية اللي موجودة حاليا هي اللي حطت قيود على السوق، لكن ان شاء الله احنا نتمنى السلام للجميع ان شاء الله، وان شاء الله الامور تبدا تتحسن بامر الله. الله يعطيك العافيه اخوي احمد، وشاكر ومقدر لك انك تشرفنا في قناتنا، وبالعكس نتشرف فيك بشكل مستمر في القناه عندنا، وان شاء الله رابط قناه اخوي احمد راح يكون مثبت في اول تعليق اسفل هذا الفيديو، اذا حابين تزوروه تتفرجوا على مقاطعه، ما شاء الله عنده محتوى جدا كبير ومهم تقدروا تستفيدوا منه ان شاء الله. شكرا اخي السعد، انا ايضا جد سعيد بالمرور في قناتك الكريمه، ورابط قناتك قناه الاخ اسعد كذلك تجدونه في صندوق الوصف، اول رابط في صندوق الوصف. اطلب من جميع يعني من يشاهدنا في قناه الكريبتو العرب ان يزور الاخ اسعد، فكذلك لديه محتوى جيد جدا جدا يعني يستحق الزياره والاشتراك في قناته وتشجيع لمحتوى جيد يقدمه. الله يعطيك العافية، ونشكر المتابعين على مشاهدة هذه الحلقة، وبكذا احنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة وختام هذه الحلقة، نتمنى للجميع يوم جميل إن شاء الله، ولا تنسونا أنا والأخ أحمد من دعاكم، أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، في أمان الله. السلام عليكم.